أهلا ومرحبا في كأس أفلام والمباراة الأخيرة في المجموعة A بين فريق المغامرون بقيادة ريثيك روشان والصقور بقيادة كارينا. الفرسان بقيادة شاروخان سيساند المغامرون بهذه المباراة على أمل خسارة الصقور، وبذلك يحل الفرسان في المركز الثاني ليصل إلى نصف النهائي. قائد المغامرون كان أول من واجه الصقور ضد كاترينا كيف، ومع استخدام الجوكر في فئة سنوات الخبرة يبدو أن ريثيك هو الذي سيحرز الهدف، إلى أن تقدمت كارينا بالجوكر للصقور لتحرز التقدم. المغامرون 0 الصقور 1. المغامرون عادلوا النتيجة بسرعة مع فرحان أخطر الذي منع هزيمة محققة باستخدامه الجوكر لفئة العمر ضد الأصغر منه فيفيك أوبيروي. المغامرون 1 الصقور 1. مع التعادل واجهت بريتي زينتا كارينا كابور في فئة تحقيق الأهداف، كاد أن يكون هدفاً آخر لكن استطاعت بريتي الفوز 27 مقابل 25. المغامرون 2 الصقور 1. كان يبدو أن ريثيك ربما سيحرز أخيراً فوزه الأول وأن يحقق الفرسان أمنيتهم، إلى أن انقلبت المباراة رأساً على عقب. أنوشكا شرما كانت عاجزة عن مواجهة سيف علي خان في فئة لاعب المباراة. المغامرون 2 الصقور 2. وكما أن صافرة النهاية انطلقت معلنة النهاية بالتعادل 2-2، منح سيف علي خان لقب لاعب الجائزة لتعادله المذهل. لكن هناك المزيد من الأحداث عندما ننتقل إلى المرحلة النهائية في المجموعة A مع الفرسان والصقور اللذين لديهما نفس النقاط ونفس فارق الأهداف. كان فريق الصقور هو الذي انتزع المركز الثاني عندما هزم فريق الفرسان بهدف واحد في أول مباراة جرت في بداية هذه الدورة. يا لها من نهاية لا تصدق بالنسبة للمجموعة A، ستكون بالتأكيد أكثر إثارة في المباراة النهائية في مرحلة المجموعات عندما يلعب فريق النجوم مع فريق الأبطال.